هل تسمعيني جيدا؟ نعم رائف، تفضلي ليمونة، الهواء لك. نعم رائف، يعني نحن متواجدون الآن على الطريق الدولي، على الأستراد الدولي في منطقة تتبع عمليا لحراسة القابون. نلاحظ هنا مجمع مركز التدريب المهني المعروف بالمعهد التطبيقي في العمق، شركة سيرونكس، كما نلاحظ هذه هي شركة سيرونكس. رائف، هنا كانت مقبرة المجموعات الإرهابية المسلحة وجبهة النصرة، كما لاحظنا. إذن المعهد التطبيقي شركة سيرونكس، نحن الآن متواجدون على الطريق الدولي، على الأستراد الدولي. أيضا في العمق نلاحظ معمل ما يسمى والمعروف، طالما هي منطقة معامل، معمل الدبش. معامل الدبش هنا أيضا بالقرب من هذه مفروشات مكتبية، بالقرب منها ملاصقة تماما هذا هو معمل إكراش. إذا نلاحظ معمل إكراش هنا في عدسة الإخبارية السورية التي قدمت من خلاله المفخختين اللتين استهدفتا بداية حاجز الشرطة التي هي متواجدة في البولمان القديم، بولمان العباسيين، مركز البولمان. إذا دخلت هاتين المفخختان من اتجاه معمل كراش وصولا الى مفارز الشرطه. تم التفخيخ المفخخه الاولى بالقرب من معمل كراش، المفخخه الاخرى ايضا بالقرب من هذه المفارز، هي مسبقه الصنع كما نلاحظ في عمق الكاميرا، كانت المفخخه الثانيه. ومن ثم كان الهجوم للمجموعات الارهابيه المسلحه. ايضا كان الهجوم من الجهه الاخرى بمعمل الغزل، كان تمركز للمجموعات الإرهابية المسلحة حوالي 24 ساعة. هذا هو معمل الغزل، كانت المجموعات الإرهابية المسلحة مستقرة في معمل الغزل. الهدف كان من استقرار المجموعات الإرهابية المسلحة وجبهة النصرة في معمل الغزل رائف، ليتثنى لهم الانتقال إلى الجهة الأخرى لمؤازرة المجموعات الإرهابية المسلحة وتخفيف الضغط على جبهة القابون ومؤازرة المجموعات الإرهابية المسلحة. ليمونة، نعم رائف. ليمونة، إذا سمحت يعني لو عدسة الإخبارية السورية زميل المصور يعني يعيد التقاط صور لمعمل كراش، لأنه كان نقطة علام خلال هذه الأحداث التي مضى عليها أكثر من 48 ساعة. يعني النقطة، نعم رائف، النقطة التي نحن الآن متواجدون فيها سيرافقني الزميل ضياء، سنعود ونركز. من هنا انطلقت المجموعات الإرهابية المسلحة بعيدا بعض الأمتار، وهنا كانت مقبرة المجموعات الإرهابية المسلحة. كما تشاهدون مكتوب هناك مفروشات مكتبية سراي، نعم، بالقرب على اليمين، على اليمين هناك هذا هو معمل كراش. معمل كراش، معامل الدبش، هناك يعني كان تواجد للمجموعات الإرهابية المسلحة. تم اختراق حاجز للجيش العربي السوري من خلال المفخختين، المفخخة الأولى كانت قد اخترقت الحاجز للجيش العربي السوري، والمفخخة الثانية التي قدمت هنا كما نلاحظ هذه المفارز بعد كراش، كانت هناك المفخخة الأخرى التي استهدفت أيضا. ليمونة، معمل كراش، نعم رائف، نعم. لا ليمونة، يبدو أن هناك عطل فني يحدث الآن. أوكي، إذا ليمونة صالح تسمع؟ ليمونة، نعم، إذا بتريدي بس تعيدي لنا شو كنتي عم تشرحي، لأنه انقطع عنا التواصل مع حضرتك. بس تعيدي لنا شو كنتي عم تشرحي. إيه ليمونة، نعم، إذا كنت تسمعيني تعيدينا بس شو كنت عم تشرحي، لأنه انقطع التواصل. نعم رائف، سأعيد نعم.
وسأعيد الكلام والمعلومة التي ذكرت لنا، ونحن الآن متواجدون. إذن أعود وأكرر هذه المعلومة، نحن الآن متواجدون من المكان الذي انطلقت منه المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال المفخختين. المفخخة الأولى إذن انطلقت من معمل إكراش، كان بعد معمل إكراش معامل الدبش، هناك كانت موجودة الوحدات المسلحة للجيش العربي السوري، ولكن تم استهداف الحاجز أو الأول للجيش العربي السوري بمفخخة. المفخخة الأولى أحدثت يعني ضجة، وكان هناك لابد من اختراق هذا الحاجز. المفخخة الأخرى قدمت باتجاه البولمان، المفارز التي نلاحظها بعمق الشاشة هي عبارة عن مفارز ومكاتب مسبقة الصنع لتواجد مفارز الشرطة المدنية. نعم. مفخختان قدمت الأولى من معامل الدبش ومن ثم معمل إكراش، نلاحظ هنا معمل إكراش بعمق كاميرا الإخبارية. ضياء، لو سمحت إذا كانت واضحة لك أيضا رائف وللسادة المشاهدين بالقرب من هذه العبارة التي هي مفروشات مكتبية ما يسمى بسراي هنا، يعني بالحقيقة هنا منطقة معامل ومنطقة منشآت خاصة بالمنشآت الصناعية في هذه المنطقة. من بعد معمل إكراش تمت اتجاه المجموعات الإرهابية المسلحة وجبهة النصرة، وصلوا. نعم ليمونة، نعم ليمونة سيرونكس، نعم رائف. كنت أريد أن أسألك، يعني الأوتوستراد حاليا هو بحكم المقطوع، يعني بحكم الآن هو بحكم المقطوع، لا يمكن أن يكون عليه حركة يعني إلا من قبل، أو هلأ عم نشوف في سيارات عمومي عم تمرق؟ والله شو رائف لنكن واضحين وصريحين للمشاهدين الكرام، العملية الفصل التي كانت بالنسبة للجيش العربي السوري بدأت منذ ساعة هناك مجابهة وصد هجوم ضد المجموعات الإرهابية المسلحة من قبل العناصر الجيش العربي السوري، ولكن المعركة الفصل التي كانت هنا بساعات الفجر الأولى منذ الساعة الرابعة الخامسة إلى حد الساعة السابعة صباحا، يعني كي يتثنى للمواطنين وإعادة المنطقة من التكسير والخراب. يعني أكثر من مكان سيكون هناك عملية إعادة لهذا الأوتوستراد، أوتوستراد دولي حقيقة، يعني ليس بسهولة. عندما بعد أن خرجنا الآن نحن على الهواء مباشرة، خرجنا بكاميرا الإخبارية السورية نطمئن المواطنين بأن الأوتوستراد الدولي هو الآن خالي من القنص، ولكن يتم إعادة تهيئة هذا المكان. إذا لاحظنا بعمق الكاميرا رائف، نعم من جديد، إذا لاحظنا بعمق الكاميرا نلاحظ هذا البولمان هو تم استهدافه بالأمس من المجموعات الإرهابية المسلحة، ولكن من خلال قذائف هاون، فمن الطبيعي أن يكون هناك توقف لهذه الحركة، ولكن اليوم الآن أصبح بإمكان عودة الحياة الطبيعية لهذا الأوتوستراد الدولي. عمليا في الأسبوع الماضي وفي الأيام القليلة الماضية كانت البولمانات والحافلات تتجه بشكل طبيعي وبشكل روتيني من كراج العباسيين وصولا إلى خارج محافظة والعاصمة دمشق، وصولا إلى المحافظات السورية الأخرى. نعم ليمونة، أكد لنا مصدر مسؤول، رائف لو سمحت لي، أكد لنا مصدر مسؤول عسكري هنا بأن البانوراما لم يصل الإرهابيون إليها، جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المسلحة كما نلاحظ في عمق الكاميرا. هذا مبنى البانوراما صحيح. لوصول صحيح. نعم هذا هو مبنى البانوراما، المجموعات الإرهابية المسلحة لم تصل أبدا إليها، ولكن
ولكن كانت تصل القذائف الهاون إلى تلك المنطقة، وذكرنا أن أحد القذائف الإرهابية استهدفت هذه الحافلة، فكان من الطبيعي كانت، وكان هناك أيضا إخطار من وزارة الدفاع والداخلية بالتزام المواطنين في أماكنهم فيما يخص هذه المنطقة. يعني هو بطبيعة الحال ليمونة كان منطقة قتالية. نعم ليمونة، هو بطبيعة الحال نعم كان مبنى، نعم رائف، كان مبنى البانوراما ومعمل كراش هو يعني من الأسماء التي تم تداولها كثيرا خلال هذه صحيح الأحداث. ليمونة كنت أريد أن أسألك عن العمليات الآن، يعني العمليات الآن عمليات الجيش العربي السوري أين تتركز إذا كان لديك طبعا معلومات؟ نعم رائف، بعد أن فصل كان الفصل الجيش العربي السوري وأنهى هذه العملية الشرسة، هنا كانت عشرات من الجثث الإرهابية في هذا المكان الذي نحن متواجدون فيه الآن. نعود ونوصف الحالة، عادت الحالة كما هي، يعني عاد الإرهابيون في منطقة جوبر إلى منطقة طيبة، حي طيبة هو في عمق جوبر رائف. إذا نشاهد بكم الإخبارية هنا العمق، يعني ما بعد معمل كراش، خلف معمل كراش الإرهابية المسلحة، خلف المعمل، نعم خلف نعم معمل كراش، معروفة منطقة طيبة رائف وحي طيبة لكل السوريين وخاصة لأبناء المنطقة، كان عادوا إلى مكانهم الأساسي، يعني الحد الفاصل كانت المجموعات الإرهابية المسلحة خرجت من تلك المنطقة، هي الآن تم دحرهم وعودتهم إلى النقطة الأساسية التي كانوا يتواجدون فيها في منطقة وحي طيبة. إذن عادت الأمور كما هي. الهدف كان من هذه العملية رائف الضغط على جبهة القابون لمؤازرة المجموعات المسلحة وأيضا جبهة النصرة. كانت الخطة تسلل المجموعات الإرهابية المسلحة، أخذ نقاط كما ذكرنا، كانوا هنا متواجدون في معمل الغزل الذي كان هناك متواجد فيه عشرات من الإرهابيين، استخدموا جميع الوسائل المتاحة لهم، في الوسائل المتاحة أكثر من قنص، أيضا كانت من بعد المفخخات كان هناك تفجيرات، قالوا لنا بأحزمة ناسفة المجموعات الإرهابية المسلحة، يعني عبارة عن انتحاريين، لذلك اقتربوا إلى المنطقة. بعد أن سيطر الجيش العربي السوري وكانت هنا القضاء على صحوة الموت للمجموعات الإرهابية المسلحة هنا على هذا الخط والطريق الدولي على الأوتستراد، كانت الخطة أو التسلل المجموعات الإرهابية إلى القابون، ليس فقط شغل هذه المنطقة، انشغال منطقة جوبر ليضيعوا الوقت على الجيش العربي السوري، وإنما أيضا لتسلل أعداد من المجموعات الإرهابية المسلحة ليغذوا وليساندوا المجموعات الإرهابية المسلحة، ولكن الجيش العربي السوري قضى على تلك المجموعات الإرهابية المسلحة. وصلوا إلى هنا إلى مؤسسة سيرونيكس كما ذكرنا لك رائف ببداية هذا النقل المباشر، أيضا المعهد التطبيقي الذي هو أيضا مجمع يتبع لوزارة الصناعة، يعني هذه هي الحواجز الرئيسية للجيش العربي السوري. هنا كانت المعركة القاسمة، وأيضا تمت العملية بنجاح، يعني ساعات الفجر الأولى كانت مرحلة نهائية وانتهت بالقضاء على هذه المجموعات الإرهابية المسلحة. ليمونة كنت البانوراما. نعم ليمونة، كنت أريد أن أسألك عن المنطقة اللي أنت متواجدة فيها الآن، هذه المنطقة كانت منطقة عمليات أم منطقة قنص؟ يعني هل بالمكان المتواجد فيه الآن كان جبهة للقتال أو أنه كان عمليات قنص وما بعده كانت العمليات؟ عمليات قتالية رائف كما ذكرت. أعود وأذكر
أذكرك وأنت وسادة المشاهدين، رائف، كانت هنا عمليات معارك حقيقية وجها لوجه ما بين المجموعات الإرهابية المسلحة وأيضا الوحدات المقاتلة، وحدات رجال الجيش العربي السوري. أمتار قليلة، أقل من 20 متر كانت المفخخة الثانية، يعني المفخخة الأولى، أعود وأذكر مشاهدي، المفخخة الأولى كانت من اتجاه معمل كراش المتواجد، هذا هو المبنى، مبنى معمل كراش. المفخخة الثانية مكان تواجد هؤلاء العناصر الذين يتبعون للشرطة المدنية، ومن ثم تم الهجوم بعشرات بل يعني ربما مئات الإرهابيين. كان الهجوم شرسا من المجموعات الإرهابية المسلحة، مفخخات، كان هناك قذائف هاون، كانت هناك أحزمة ناسفة، كان هنا الاشتباك، كان الهجوم مستميت بأخذ هذه النقطة المهمة، يعني الأوتستراد، الهجوم مستميت ليكون لهم وصول إلى الجهة الأخرى، أي عمق القابون، ليؤازروا المجموعات الإرهابية المسلحة الأخرى. ولكن الجيش العربي السوري بضربات النارية، بضربات الجوية، بقوات المشاة، بكل ما لديهم من عزيمة وقوة، دحر المجموعات الإرهابية المسلحة وأعادوهم إلى حيثما كانوا، وربما أكثر في منطقة طيبة أو حي طيبة في جوبر. هنا كان إذن ليمونة صالح. نعم ليمونة، إذن الزميلة ليمونة صالح من منطقة العمليات على محور معمل كراش البانوراما، أشكرك جزيل الشكر.